بناء على طلب جماهيرنا الكبيره العريضه اللي احنا ما لحقناش ناخدهم معانا، طلبوا مننا ان يشوفوا كابتن هنا جوده وكابتن ريح حمادته بيلعبوا بعض، واعتقد دي مهم جدا نتفرج على الهوا. وخلي بالكم كمان انا هلعب معاهم. ايه رايك، هتكسبي ولا تخسري؟ ايوه يا كابتن ابراهيم جاهز؟ جاهز، توكلنا على الله، يلا بينا. ما شاء الله على الاثنين، حاجه جميله جدا مستمتعه. صدقوني مفيش احلى من اثنين ابطال، نجوم اولمبيات ونجوم مصر واساطير مصر في لعبه التنس طاوله، وهو بيلعبوا مع بعض. بس قعدنا كتير كده تمام، مفيش كده. ده تدريب ولا ده ايه يا كابتن هنا؟ تدريب كابتن ابراهيم. ماشي، عارف هتكلمني على الهوا. ماشي هتكلمني. طب ايه، مين هيكسب؟ هنا انت هتكسب، وريني. مفيش سبنات ولا ايه؟ سبن بقى، سبن واحده، سبن بقى. اللي بعديها، اللي بعديها على طول اهي، اتفضلي يلا على طول. طب يلا بينا كابتن ابراهيم، ازقلك على الترابيزه، يلا بينا يا جماعه. يعني اقول لكم ايه، ده انا مش بلاحق كوره وشوط ورد. لا 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 لا, لا. طب بقول لك ايه، العبك انا؟ طب العب انا وكابتن ابراهيم، ايه رايك؟ يلا بينا. بس انا مش زيكم، مش زيكم. على طول انا معايا، معايا اهو اهي، براح عليا شويه. ايوه كده هنكسب. ياي كده على حضرتك. كده على حضرتك انا. ايه رايك في دي يا جماعه؟ هاتوا لنا الكور، هاتوا لنا الكور، هاتوا لنا الكور. احنا بطلنا هوا خلاص يا جماعه، احنا هنلعب انا مع الكابتن هنا وكابتن ابراهيم، هنستمتع. معلش معلش معلش، يلا يا كابتن ابراهيم لازم نكسبها. لا هجيبها هجيبها، ما تلاقيش مش حد في النادي الاهلي بيخسر. ما حدش في النادي، ايوه كده، ما حدش في النادي الاهلي بيخسر. كابتن ابراهيم بيقول ما حدش في النادي الاهلي بيخسر. كابتن ابراهيم بالمناسبه السعيده، اهلاوي ولا ايه؟ اهلاوي، و يعني انا لو اتحطيت في وجه مقارنه بيني وبين اي فيرود في النادي الاهلي، ايه ده ايه ده، فانا ممكن اقول انا زي كابتن محمود الخطيب، هو بيجيب اجوان وانا بعرف اجيب اجوان كمان. كابتن بتسقف يعني بيجيب اجوان؟ لعيب كوره جامد ولا ايه؟ الحمد لله يعني فعلا. لا بجد صدقني، يعني ممكن بس كابتن محمود الخطيب واحده بشماله وواحده بيمينه وواحده براسه، هو فنان يعني. هو كابتن محمود الخطيب ده من الاساطير، فانا يعني برضو من ضمن الاساطير في تنس الطاوله. بس برضو يعني انا ممكن اخش في تحدي واللي يفصل بيني وبين اي فيرويد في النادي الاهلي هو كابتن موسيماني، وطبعا على راسه كابتن الخطيب يعني. لا ده كلام كتير، لسه هنكمل، ده كلام كتير يا جماعه. لا 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 هنكمل هنكمل هنكمل. كابتن ابراهيم حمادته اهلاوي من طراز رفيع. هنا بالراحه عليها، هنا مش قوي كده بس ماشي. يلا يا جماعه، اهلاوي مهم جدا 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 نقول لكابتن ابراهيم حمادته اهلاوي النخاع، وطلب حاجه مهمه جدا. نيلي بيتسو موسيماني، لا بالراحه هنا شويه عليا، يعني الكوره راحت بس هتجيبها بتلاقيها. وطلب مني ان موسيماني يشوف الكابتن ابراهيم حمادته، ان كابتن ابراهيم حمادته طلب اكتشافه داخل جدران نادي الكابتن ابراهيم. يعني انا اكيد ده مش وعد، لان مستر بيتسو موسيماني لو شافك انا متاكد انه هياخدك فيرود. النادي الاهلي محتاج فيرود برضه صح؟ لا يا كابتن، لا النادي الاهلي ملان، يعني احنا ما نقدرش نقول ان هو محتاج. لا الفراوده بتاعت النادي الاهلي، عندنا هداف الدوري محمد شريف. ده بجد ربنا يبارك له، يمكن ده فعلا ده اللي جاي، ده مستقبل الكره المصريه، مش النادي الاهلي بس، ده مستقبل الكره المصريه. كل لعيبه النادي الاهلي في الموسم ده يمكن حاجه استثنائيه بجد، يمكن دي علامه من العلامات اللي فعلا ده منتخب مصر ان شاء الله اللي هيبقى فعلا في مركز متقدم عليها بابطال النادي الاهلي يعني. تمام كابتن هنا، كنت طلبت تقابلي كابتن محمد صلاح، خلينا بقى في الكوره صح؟ ايه اللي حصل؟ احكي لي احكي لي. ما شاء الله، نفسي طبعا. نفسي تقابلي محمد صلاح؟ طبعا. طب ما انت اهو قابله كابتن ريح حمادته اهي. بس ايه رايك فيا؟ بعرف العب؟ لا ما بعرفش العب كده، ما بعرفش العب. يلا بينا. هتقابليه ولا ايه يا كابتن هنا؟ عملي كابتن محمد صلاح وكان قال ان هو عايز يقابلك برضو وعايز يكون متواجد معاكي. وصلت لايه؟ قولي لي، احكي لي برضو واحنا بنلعب، قولي لي. معرفش والله. ها يعني ناويه ولسه برضو لسه قبل التحدي؟ طبعا لسه قبل التحدي برضو. عندي نقطه مهمه جدا عايز اقولها للناس. اتنين معايا، كابتن ريح حمادته اهلاوي حتى النخاع، اهلاويه حتى النخاع، هي عايزه تقابل محمد صلاح في ماتش كابتن محمد صلاح في
في ماتش تنس طاوله، والكابتن ابراهيم كمان عايز يختبر في اختبارات النادي الاهلي داخل جدران النادي الاهلي عشان هو اهلاوي. ايه كمان يا كابتن ابراهيم؟ والله بص هقول لحضرتك حاجه، يعني بجد يمكن كانت امنيه حياتي ان في يوم من الايام ابقى فرد من النادي الاهلي. يعني ابقى فرد من داخل جدران النادي الاهلي، لان فعلا احنا بنعتبر ان فعلا الاهلي جمهوريه داخل الجمهوريه. فعلى مر العصور يمكن لو بصينا النهارده للنادي الاهلي نلاقي النادي الاهلي القيم والمبادئ الموجوده في سياسه النادي الاهلي بالعكس يمكن شفناهاش حتى يمكن في العوائل. يعني النهارده ابن النادي الاهلي ما بيخرجش بره النادي الاهلي حتى بعد ما بيخلص كوره، جمهور ولاعيبه وكل حاجه. احنا بنعتبر فعلا النادي الاهلي يمكن فعلا مش البيت الكبير، لا هو فعلا البيت الكبير، ولكن سبحان الله يمكن كل فتره من الزمن بنلاقي ان النادي الاهلي هو الكره المصريه. يعني لما نبص للكره المصريه او للرياضه المصريه بصفه عامه بنلاقي النادي الاهلي هو رقم واحد عالميا بالنسبه لمصر دائما وابدا. النادي الاهلي رقم واحد عالميا. هنلعب نقطه حاسمه بقى، قول لي عايز تقول حاجه قول قبل دي النقطه الحاسمه. هلعب بقى يعني معانا شويه. لما نبص في تنس الطاوله نلاقي هنا جوده حاليا دلوقتي يعني مصنفه رقم واحد تحت 15 سنه ما شاء الله ما شاء الله ربنا يزيدها كمان وكمان. كابتن هنا جوده في باريس هتعمل ايه؟ اسالك انت في باريس هتعمل ان شاء الله هتجيب ميداليه. ميداليه ان شاء الله. ميداليه يلا بينا كملي وهنكمل معاك لسه نقطه حاسمه. اتفضلي. ايوه معلش انا بتاع هاندبول خلي بالك، يعني بتاع هاندبول مش بتاع تنس طاوله. اقعد اضحك انت شادي عمالها. لا اخرج من اللعبه ليه؟ اخرج من اللعبه ليه؟ سوريك. يلا بينا اخر نقطه في هذه المباراة الجميلة، عشان عايز اقف اتكلم معاهم شوية بصراحة. هكسبها انا الوقت جري معاهم. يلا طب نقطة فاصلة كده بالراحة بقى. لا تمام ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لا كمان ادي نقطة لهنا جودة. هنشوف اخر نقطة، هشوف نقطة تانية. صدقوني مش عايز اخلص الماتش، صدقوني بجد مش عايز اخلص. كمان 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 يا هنا. يلا هنشوف كابتن ابراهيم، عايزين نقطة فاصلة كابتن ابراهيم. يلا يلا يا هارد لك. هات الكوره هات الكوره هاتيها هاتيها لسه. كابتن ابراهيم النادي الاهلي بيمثل ايه في حياتك؟ مش هيكلم ماشي. كابتن ابراهيم عايز اعرف النادي الاهلي بيمثل ايه في حياتك بصراحه شديد. بيمثل في حياه كل رياضي مش ابراهيم بس. بجد يمكن ما لعبش فعلا رياضه في النادي الاهلي. انا من وجهه نظري ما لعبش رياضه بس كده. يعني هو النادي الاهلي مش محتاج ان حد يتكلم عليه. النادي الاهلي مش محتاج ان حد يتكلم عليه، ولكن فعلا انا بتمنى ان انا اكون موجود من ضمن رجاله النادي الاهلي في داخل جدران النادي الاهلي. فانا ان شاء الله يعني انا بطلب على الهوا. تطلب ايه على الهوا؟ ان انا يبقى في لي لقاء مع كابتن محمود الخطيب. مع مين؟ مع كابتن محمود الخطيب ومع الفرقه، مع فرقه الكوره، ولو حتى يعني نعمل ماتش حتى كده استعراضي في حب تنس الطاوله وكره القدم. صدقوني الطلب ده انا متاكد وبقوله وهصمم عليه ان كابتن ابراهيم حمدته الهام التنس الطاوله في العالم ان يقابل كابتن محمود الخطيب، ده طلبه. واكيد فرقه كره القدم عندنا امثله كتيره جدا جدا جدا. اتمنى وان شاء الله في اقرب وقت، انا اكيد مش بوعد لكن اكيد بتوصل سريعا لكابتن محمود الخطيب، واكيد ده شيء مهم جدا هو طلبه، واكيد النادي الاهلي لازم يلبي هذا النداء. مستنيين ومنتظرين دعوه كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي للمقابله للكابتن ابراهيم حمدته. اخر نقطه عشان نخلص الحلقه نخلص الحلقه. هاجي جنب الجهاز تخسري. ها ايوه يلا كسب نقطه. هي دي نقطه مهمه جدا 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 جدا، وقناه الاهلي بصراحه شديده يعني مش عارفه تعمل معاهم اكتر من تكريم، وتكريم يعني بسيط لإلهام التنس طاولة في مصر والعالم. إذا كان كابتن هنا جودة أو كابتن يعني إبراهيم حمدته اتفضلوا. هناخد بقى كده حاجة قليلة جدا سهلة سهلة جدا جدا. كابتن هنا يعني هنرجع كده بس هنفتح نشوف قناة الأهلي، يعني هنقدم بقى لإيه للكابتن عشان بحكم السن
لكابتن ابراهيم حمدته. حمدته ولا حمدته؟ حمدته. ده حاجه قليله جدا. دي حاجه من الحاجات اللي الواحد فعلا ممكن يحطها في الباتينه بتاعته ويعتز بيها ان هي من النادي الاهلي ومن حضرتك كابتن. كابتن ابراهيم ده شيء قليل جدا من قناه الاهلي، لكن فعلا ان شاء الله قريب هتكون لابس تيشيرت النادي الاهلي عن قريب. ده بالنسبه لكابتن حضرتك. بالنسبه لمعجزتنا وبنتي، يعني انا يعني معلش اعذرني بقول بنتي لان هي فعلا بنتي، كابتن هنا جوده، ده اقل حاجه تتقدم لها عشان كلنا منتظرين. منتظرين ايه؟ تعالي بس كده قريب عليا بقى. منتظرين ايه؟ ميداليه. ميداليه. لا علي صوتك. ايه؟ لا عشان نسجلها بقى. ميداليه في باريس. ميداليه في باريس باذن الله يا كابتن هنا جوده وكابتن ابراهيم حمدته. صدقوني ده ما اسعد هذه اللحظه بالنسبه لي انا شخصيا، ان انا اكون واقف مع اساطير في التنس طاوله، كابتن هنا جوده وكابتن ابراهيم حمدته. ان شاء الله باذن الله بوعدك ان الطلب ده طلب عزيز علينا كنادي اهلي، وان شاء الله سريعا جدا تكون متواجد داخل جدران النادي الاهلي في مقابله كابتن محمود الخطيب. عايز تقول حاجه ثانيه؟ ربنا يخليك يا فندم. اشكرك، انا بجد النهارده سعيد ان انا موجود مع حضرتك وموجود في قناه النادي الاهلي وموجود مع معجزه تنس طاوله فعلا هنا جوده. شرف ليا والله. ونتمنى ان احنا نبقى موجودين. شرف ليا ان انا ابقى في الحلقه دي، وشرف ليا ان انا العب مع حضرتك. انا بس عايز اقول حاجه، عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا. كابتن هنا جوده يعني اتعرض عليها حاجات كتير، بس هي بالنسبه لي انا شخصيا بجد انا عارف ان انا يعني مش هقول حاجه في حياتها صغيره، فجت لي مخصوص لان هي عندها بطوله الجمهوريه اللي جايه باذن الله قريبا جدا. بشكرك جدا جدا اللي كنتي معايا، وباذن الله باذن الله ان شاء الله باريس 2024 في الاخر. بشكركم وبشكر ضيوفي وبشكر اساطيري في التنس طاوله على وعد بلقاء ان شاء الله يوم الجمعه الجايه الساعه 7 في حصاد الابطال.